السلام عليكم، شلونكم اخواني؟ يا رب الكل بخير. طبعا بقيه بحياه كل ام وكل اب عراقي وكل اخت واخو عراقي بسبب يعني شهداء دزله اللي دزله جاي تاخذ اكثر من الصراعات يا داعش. دزله جاي تاخذ شباب وجاي تاخذ اطفال وجاي تاخذ شهداء سبايكر، واخذته لها تاريخ قديم دزله. بس شنو ذنب هاي الاطفال بسبب سوء مراقبه من لجنات مختصه على العبارات؟ احنا كنا نعرف باي مناسبه العوائل العراقيه تطلع لان عطله ولان يوم تغير بي جو وتطلع من هاي الهم وهاي الضوجه اللي بيها هي. شنو ذنب هذا الطفل اللي راح حس ما يخالف؟ شنو ذنب هذا الانسان اللي باعوه شلون بروحه على مود ينقذ نفس بريئه؟ يا اخي جيد بطل، جيد عظيم، جيد عظيم وجيد بطل. هذا الانسان باعوه اللي جاي يسوي يعني شيء تحتار بي وشيء يعني تدق على راسك الضل. يعني شنو ذنبه؟ انتم باعوا بالصوره شلون غرقت، باعوا شلون غرقت العباره، وشلون يعني بوقت هالغرقة اجيب سفينه صغيره وطب وانقذهم؟ يا اخي ليش ضلت باوع اللي يصور؟ انا زوجني اللي يطلع واحد اللي يصور، العالم جاي تغرق قدامك لك اطفال امه. بدل ما اجيب لي شيء يساعد بالاطفال اطلع موبايل اقدر اصور. والله حاليا حدث مباشر غرق اطفال وغرق نساء زمان لك، بدل ما تنقل لك نفس بريئه تروح تصور بالعالم وشوف هذا غرق وشوف هذا مكيف، انا مو تنشره والله انا ولا واحد نشرته لك، مو عيب لا متى يبقى لك انت عراق ولا غيره، لك ذولا مو ولد بلدك ذولا لك. بدل ما تنقذهم والله العظيم لو وجدت بروحي فوق ما طلع تحكي صديق. اطفال 80 واحد راح، شنو ذنبهم؟ شنو ذنب هذا الطفل؟ الله يساعد امه، الله يساعد ابوه، الله يساعد اللي نجا وخسر زوجته واطفاله، الله يساعد اللي نجت وخسر زوجها واطفالها، الله يساعد الطفل اللي نجا وخسر امه وابوه. شنو ذنبه؟ يعني لا متى تبقى دجله تاخذ من عندنا شباب بعمر الورد؟ شنو ذنبهم ذولا؟ شنو ذنبهم؟ وين المراقبه؟ وين الطالب محافظ نينوى؟ رأس الوزراء المفروض هذا الاهمال محافظ نينوى يتعاقب. اهمال هذا؟ شنو ذنب هاي راحة الاطفال؟ شنو ذنبه؟ كم بيت يتم هسه؟ كم بيت حداد؟ يعني نبقى مكلبين بالاسود الى متى الاسود ملاحقنا؟ الى متى الاسود ورانا؟ الى متى؟ نريد نشوف بشر، نريد نشوف ناس بعمر الورد اللي ما تبكي، تشوف ناس تضحك، ناس الابتسامه زار على وجهها، الى متى بتجي؟ وحداد، واني شو استفاد اذا تطلع عطله باشر حداد؟ شو استفاد؟ راحت هاي الاطفال، راحت هاي النساء وراحت. واحنا يوميا حداد على شهادة الكرادة وقلنا مراقبة ماكو قلنا ما يخالف، حداد على سبايكر وقلنا ما يخالف، حداد على نينا والقادم على قلتها القادم افضل، قادم افضل. يا حكومتنا فدوا روحلكم، وين المراقبة؟ فدوا روحلكم، فدوا روحلكم. انسان بسيط اتمنى صوتي يوصل. الى متى نبقى احنا بس حداد وما نستفاد من شيء؟ يعني كل موته يا ريت يموتون اثنين ثلاثة كله 100 150 الف الف ونص مليون. شنو يعني الى متى؟ والله العظيم تمل الضوج تكره نفسك، يعني كارثه يعني شيء غريب والله. الوحيد العراقي صار بي الوحيد، وما ادري لان احنا مفتهمين الدين غلط، لان احنا مشلبين بالدين غلط، ما ادري يجوز احنا الكفار احنا اللي الملحدين. فبس العراقي جاي يصير بي، اعطيني دوله هي صار بيها مثل العراق ويوميا حداد، اعطيني دولة قطع عداء عطلة على مود حداد، اعطيني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. رحلوا الطفال والنساء والرجال ولم يرونا بعد كل حال، راحوا بديج لو مشاو وما ودعونا ولا حجاو، راحوا بديج لو مشاو ما ودعونا وما حيتشاو. يا ربي بهسي العراقي والله متعوب، يا ربي نريد نذيب الحزين ولون الثوب، جلبنا بالاسود وجوهنا باقت اللون وصارت بلون هدومنا يا